طب خلينا نرجع لفترة ما قبل انك تيجي مصر، ايه اللي خلاكي تقرري تيجي مصر؟ حب عمري مات قبل يوم فرحي بيوم. فقررت انك تسيب البلد كلها وتتحركي؟ نعم. طب ليه ما فكرتيش في اوروبا؟ يعني وانك كنت متابعة اكتر اللي بره وحابة الدنيا بره. كنت محتاجة اهلي، كنت محتاجة مامي، كنت محتاجة اهلي. كنت محتاجة تيجي هنا؟ محتاجاهم. ولما جيتي دخلتي مسابقة ملكات الجمال؟ هي اللي دخلتها لي. مين؟ مامي. هي اللي دخلتك وما كسبتيها؟ ما كنتش مبسوطة لان انا ما كنتش بلبس كعب طول عمري، فدلوقتي لازم البس كعب. وقعت كتير قوي بقى. بقى الكوزلوك ده اللي بتلبسوه الكبير والخوذة والبتاع، عايزين نعمل شعري بقى والبس كعب واعمل ست وكده. اه بس كانت اكسبيرينس جميلة. ايه الحاجة اللي كانت في من طموحاتك لما جيتي هنا وما عملتيهاش واتأخرت لحد النهاردة؟ ايه الحاجة اللي كنت رسمة تعمليها؟ اني اتجوز ويبقى عندي فاميلي. وما عملتيش كده؟ عشان ما حدش يتقدم لي. وانتي ما عجبتيش بحد؟ لا. على كل النجومية والعلاقات واكيد في ناس كتير بتحاول يعني. بص انا بتصور كتير قوي سيلفي، بس بعد السيلفي ما بشوفش حد. مش قصدي كده. اكيد فنانة حلوة ومعروفة ونجمة. وحياة ربنا ما بتعاكس حتى في الشيء. طب مش عارف دي نعمه ولا نقمه ولا ايه؟ الشباب بيقولوا لي ده فنان، اقول لهم اهلا وسهلا. اه مفيش اي حاجه ثانيه. بس. يعني انا عمري ما حد كلمني عزمني على درينك، عزمني على عشاء، عزمني على مفيش حد كلمني على فرح، على خطوبه، حتى من الناس اللي انا اشتغلت معاهم. لا بتلاقي عمر ما حد كلمني عزمني على حاجه. انت عشان يا حوريه ما بتديش انطباع للي قدامك انك ممكن تبقي فريندلي. ازاي؟ لا انا مفيش حاجه. ممكن ما اصل اكيد اصل انت في الاخر ما حد يعني لو اسال الناس اللي انا شايفها. انا عارف بس انت يمكن بعيده شويه. بعيده فين؟ بس بالنسبه يعني انا عمري ما رحت عزوات، مش عشان حاجه، مش قصدي، بس انا الناس اللي توفت انا ما اعرفهاش، يعني انا ما اشتغلتش معاها. ماشي اوكي ده طبيعي، لما ما تعرفيهوش خلاص مش مطلوب منك تعملي تروحي العزا. افراح في ناس اشتغلت معاهم ولا ما عزمونيش على فرحهم، على افراحهم، اعياد ميلاد محدش، ما فيش حد من الوسط بيرفع سماعه التليفون عليا يعزمني على حاجه. هي ما فيش غير مدام صفيه العمري حبيبه قلبي الهانم يعني بتكلمني يوميا. دي القمر كله دي. وطبعا الجميله بلبله طبعا. نبيله عبيد دي ده الجيل اللي بيكلمني كل يوم في التليفون ونقعد وبنضحك وبنهزر. لا ومدام ميرفت امين كمان طبعا. يعني بص الجيل الهوانم ده هو اللي بيكلمني، يعني هم اللي كلموني، هم اللي لقوا رقم تليفوني، هم اللي حاولوا، يعني الناس اللي عندها رقم تليفوني اللي اشتغلت معاهم ما حدش كلمني، انما الناس اللي انا ما عمري ما شفتهم بقيتهم بيكلموني. اسمعي دي مادلين تابر، عايز اقول لك ان لطيفه بتكلمني من دبي بالساعات، مدام ميرفت امين، مدام صفيه العمري. حوريه يمكن عشان انت مالكيش جيل كافحتي فيه، يعني دايما انا جيت على الجيل اللي هنا. جيتي على الجيل ركبتي على طول يعني. يعني يمكن انت ما كافحتيش، يعني عشان كده بقول لك انت بالنسبه لعدد السنين اللي اشتغلتيها لو عديتي عدد الاعمال سواء سينما او دراما، لا هي ما حدش عامل الريكورد ده في السنين دي. كمان انا ما طلعتش مع حد. انت لما انا بقول لك انت يعني ما مثلتش مع نجم عشان اطلع، يعني هو كلمني شكرا. كلمني شكرا كان غاده وعمرو عبد الجليل. وكان تاني اول بطوله ليا رد فعل انا ومغني. صح. كف القمر. صح. في بقى عبد موتى والقشاش و وقلب الاسد. لا وبعد كده عملت حاجات كتير بقى. نظرية عمتي وخالتك. يعني عملت حاجات كتير بس مش وطلق صناعي. لا ما انا عشان كده بقول لك ديكور ولا عملت، ما عشان كده بقول لك عدد الاعمال يمكن اكتر. ما حاولتيش انك انت اللي تقربي الناس ليكي؟ يعني عارف الجونه انا دايما بسمع ايه، انتوا رايحين فين يا جماعه؟ رايحين عند حورية. هل ده حقيقي؟
لا انا عندي بيت كبير قوي في انا بقى فين يا جماعه رايحين عند حوريه؟ لدرجه ان حد مره قال لي هو حوريه بتطلع تنام وبتسيب البيت باب البيت مفتوح. لا انا الكلام ده حقيقي؟ ده كمان حقيقي. يعني هو كنت رايحه هناك اعمل فوتوشوت و بتقول لي بتطلع تنام وتقفل عليها الاوضه وتسيب الباب مفتوح اي حد بيخش ياكل ويشرب. قابلت الحفله كانت بتاعت سميح، كانت الساعه طبعا 12، فقلت الامير وخالد فضل تعالوا نروح 12 الا ربع، فرحنا 12 الا ربع، جت الساعه 12 هابي نيو يير، رحت بايسه كل اصحابي واهلي وبتاع، و12 وربع انا كنت في السرير وقافله الباب عليا، قلت لهم البيت مفتوح، البيت اللي عندكم عايزين تتافطروا، عايزين يعني ده حقيقي حصل اعملوا، بس مالكوش دعوه بالسويت بتاعي، محدش يصحيني. يعني ده حصل. فصحيت انا بقى 7 الصبح بقى صاحيه كده، انا ده نايمه هنا يا اصل انا مره حد قال لي كده، قلت له رايحين كله رايح فين؟ كنت قابل الجونه كده افواج، رايحين عند حوريه. يا جماعه حوريه فاتحه ايه حوريه جوه؟ لا ده بيتها. لا بس عشان بيتي في حته. طب ما يعني الناس حابه ليه بقى لو كانت حوريه فايقه شويه وما نمتش وكانت قعدت مع الناس كان ممكن يبقى في كونكشن الطف؟ بصراحه انا حفلات نيو يير اللي هي الدم دم 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 مش بتاعت الصداع ده، وان انا اكلمك اقعد ازعق عشان تسمعني ماليش. انا واحده بنام الساعه 9 بصحى الساعه 6 ان شاء الله، ده من وانا 9 عشان بسبب الفروسيه، ماليش في ال I'm a very homey person، بحب البيت، بحب اوكي بسهر في شغلي لما بيكون عندي بس الاكثر بيتوتي. بس انما التام تام 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 لا لا انا يعني بحب الايام الاغاني الرومانسيه بقى، سيلين ديون يعني الاغاني مش موجوده في الحفلات في الحتت دي خالص.